الجمعة 29 نوفمبر 2024 مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجموا تتابعونا وينما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، تشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينغ. بداية توت سويت تلقاوها على القناة نتاعنا في يوتيوب سونغون، كيف كيف تنجموا تتابعونا ايضا على موقعنا على الانترنت، وتخليوا تعليقاتكم وتشاركونا في السونداج اللي موجود وبدأ حاليا في اللايف ستريمينج متعلق بمقابلة القمة والدربي في الجولة القادمة بالبطولة، مقابلة الملعب التونسي والنادي الافريقي تبقى رئيسي في الجولة متاع القادمة للبطولة. شكون باش يفوز بالمقابلة هذه، النادي الافريقي الملعب التونسي او التعادل؟ تنجموا تصوتوا وتخليوا توقعاتكم بالنسبة للمقابلة هذه. برشا مواضيع في الحصة متاعنا اليوم، اكيد باش نحكيو على البطولة وايضا على الاجتماع اللي صار البارح في الجامعة التونسية لكرة القدم في بين الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك النوادي. مواضيع كذا باش نحكيو فيها مع ضيوفنا اليوم. كمال بن خليل مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين وبالضيوف. اليوم التشكيلة الأساسية مو الضيوف ولا الدار، يعني قلت لك اليوم بعد استدركت، أنا قلت لك اليوم التشكيلة الأساسية موجودة. اي كويس، سيسن على كل الميكرو بقيادة الجناح الطائر مروان تاج. وين طائر؟ مروان استوريات. مادام سميت تاج، مرحبا مروان تاج. اهلا بيك اسلام، مرحبا بالوخيان بالكاسكيت الغاليه كالعاده اليوم. ثلاثه ملايين هذيك لا مرتاحين تو على الشهر خايفين عليه اسلام. علاش عامل كيراتين ولا حاجه؟ لا هكاك تو بعد يا اخي زارع تحسوا فما حاجه. سامحني الكاسكيت ثلاثه ملايين هذيك. اما والله خويا توحشني اسلام ولا ساعه ديما خويا مخلي بلاصتك انت. والله نارينا ذوما اسعد ايامي تتعدي. علاش؟ كنت راه محبه العباد يا اسلام، يسيرتو العباد تشكر فيك على الميسيون وعلى الثقه اللي عطيني لك العباد. العباد تبع فيك من فرنسا والله يا لا احمد. لا والله هذا يتسمى. شوف نهارينا ذوما غبت على اسلام، كنت راه العباد اللي قداش غبت عندك نهارين ثلاث ايام والله. يا اسلام كنت راه محبه العباد يقول لك قديك صادق فقدوك صادق. لا سيرتو في معناتها في الميسيون تاعك. شكون يقولوا لك صادق؟ انت تحكي لي فما من جمهور تاعك قال لك انت صادق. لا ثلاث ايام اللي فاتوا فما عباد تحب تمسح لي سمعتي. فئه معينه من الجمهور. لا حتى جمهور اسمع دخلتوا في الصحن تو خلاح بيك احمد الصالح هذا حب مختار دابوس وتفضل كمل. اي فوالا. لا نحكي لك على الصدق اللي في برنامجك وعلى معناتها العباد راهي اسمع. نشوف الصدق والعباد اللي يرحبوا بك وجيت. والله يا اسلام واحد قاعد يرقد ضميره مرتاح حتى قدام ربي، وحرام علينا نحن ديما نقعدوا في نطاق الاحترام. تحب تقول حاجه ما نحبش. تحب تقول حاجه جوست فما عباد تحب تمسخ لي سمعتي تسمع فيا، واللي انت تعرفوني ديما راني حقاني وما عنديش نحن الحكايات الزايده وديما نقعدوا في نطاق الاحترام. انت تتحامل على الترجي هذا التونسي؟ لا حتى فئه فما فئه من الجماهير كل حكايه تدخل فيها الترجي هذا التونسي. هذه مشكلتك يا مروان. اسمعني احنا ديما في نطاق الاحترام وديما نقعدوا نعاودها، راي عائلتي كلها مكشخه باش يبداو في بيركم. رانا ديما التراجي توقع جمعية كبيرة وديما في نطاق الاحترام، فما راي ندخلوا فيه اما ما ندخلوش خويا عزيز في الفتنة. ما يقول لك مروان يعمل في البوس انطلاقا من انه ما عندك حاجة داخل فيها البوس. عندي عامين ما مش نقول لك من المنبري الخاص هاك مش نبدا في بالك يا اسلام. مرة جاي واحد باش يجاوبني وباش يركب على الحدث باش يزيد يتشهر، راني من توا قدام العباد الكل ما عادش باش نجاوب نخش حتى حد، خاطر العباد وليت تحب تجبد مروان باش تركب على الحدث باش تعرف. اما نحن الوقت شكون تقصد امور الناس الكل انا من المنبري الخاص اللي باش يجبدني ما عادش باش نجاوب حتى حد، خاطر اليوم اللي يحب يتعرف ويتشهر او يجبد مروان تاج وما يشرمي ورود ولا حتى تحكي على مدرب سليمان امورهم الناس الكل. المدرب سليمان مشهور مش في حاجه اللي كنت باش يتشهر على حسابك. فيا لوقت الفتنه وكان جيت نعمل في الفتنه ما نكون مش في ميسيون كيما ذايا نتاع اسلام، ونحن ديما نقعد وفي نطاق الروح الرياضيه. راي تراجي تقعد جمعيه كبيره سواء النادي الافريقي سواء النجم الساحلي، واحنا اليوم وعقلاني حتى حد ما يهاجم واحنا اليوم موضوعي وعقلاني وحايد ونحن اليوم ما تصفيش حسابي. احنا اليوم اجا كلمك فما عبيد راهو اجا كلمك يا احمد، فما عبيد راهي قاعده تعمل لي في حاجات يحبوا يخرجوني من الميديا، وبقدره ربي ما دامني مع اسلام ونظيف ومتربي ولد عائله وعائلتي ما تسمحليش باش ندخلوا نحن ما تحترموش. اسلام عندك ضغوط انت للتخلص من مروان؟ بيان فما صارت ضغوط نحتفظ بالايجاب ونحتفظ بالايجاب فما مستشارين ولا حاجه يضغطوا على اسلام. قدرة ربي ما دامي اسلام حقاني ولا نهار يدبر عليك شنو تقول وما تقولش. اليوم عاد تمدح في اسلام انت مادح نفسه يقول لك السلام جينا باش لا ندخلوا في المواضيع. سايب علينا انا في السحاب راك سايب علينا نكور
جميل تحب تمسخ لي سمعتي يا ودي ما يمسخ لك حد سمعتك باش يغلبوك ما يقولكش راهو عندك زوز محامين خويا وقت تحب تشكي انا بحذاك صايب عليك لا لا اسمع دونك ما نجبدوش الجمعيه مع جمعيات ولا اشخاص بالخايب دونك نحلوا ديما صديقي نحن صديقي لا تجبد اعراض ولا تجبد شرف وتوكل على ربي مروان ما تتحملش قال لك سليم في الاخراج عندي ما نقول لك وليت ميس برميكس لا ما سليم زاد اسمعني اليوم انت كي نخدم معاك انا قداش نخدم مع بعضنا اسمعني انا صايب علينا خلينا ندخلوا فما عباد حبت مسخ لي صوتي خاطرني حقاني وراجل وانت تعرف ذاكر الويتي يسلم عليك تو يسمع فينا ذاكر الويتي يسلم عليك قال لكم تقولوا تشكيله اساسيه جبينا نحن معناتها بناكا لا لا يا ذاكر راك انت ذاكر من الاساسيين من عرس البرنامج سواء في الاستوديو ولا برا الاستوديو هو يعرف تليفونات نقعدوا سي كمان نحن اخي ما عنديش اصحابي في الكوره ما عنديش اصحابي دخلنا رجع الاخر يسلم عليك سلم عليه برشا ما يتبقى سلم عليه انت يا سلم عليه سلم عليه ذكر صاحبي ما يتبقى يا سلام وين اي الاولاد اي نخرجوا وين اليوم وش يسكنش كمان واحد ما خليتنيش ناخذ راحتي انت وقت كيف دخلت خليني انا ميسيرش تو ما جات فرصه ما اليوم عيطت ميسيرش ما فما حتى مشكل اليوم راهو عندي مدربين اصحابي وعندي ملاعبيه اصحابي كان كل واحد خويا تو نقعد ونحن خاطر اصحاب كل واحد يخدم على روحه تو ما عادش نجي وناس الكل تولي انشيلوتي وتولي مورينو وما عادش نتكلموا نحن خويا خذوا انتم التدريب وتصرفوا واعملوا كيما تحبوا ونحن كي نراو العجوات تو ما نتكلموش حاسيلو قوس هذا باش نغلقوه مره جاي واحد باش يجاوبني ما عادش نجاوب قلبه معبي ما لا مروان غزولي هو راهو العباد اللي ما تعرفوش عندهم الحق راهو باش يسب ولكن انا قلت مروان ونقولها له في اللوف قل له راهو ما تلومش مادام ربي ناب عليك بميكرو باش نجم تحكي وتونس كامله تستند فيك راهو ما تلومش عبد ورا الميكرو يحب يسب مش مشكل هذا الكل هذيك الواحد لكن تو مروان عمل مغالطه قال لك انا نرقد ضميري مرتاح وتطلبوا ماضي ساعتين يزعلي ماضي ثلاثه نتاع الصباح يزعلي ماني مش قاعد يرقد لا نحكي كي نرقد من بعد اربعه نتاع الصباح مروان يبدو لي حس في نفسه التدخل نتاع صهيب مدرب سليمان وهو التدخل نتاع المدرب سليمان ما قالش حاجه قال الفتنه هو راهو هو احمد حس في نفسه انه انا قلت له خلينا نطيحوا ونسكروا الموضوع اكثر ما صحيح خاطر ما عبرش على المقصود ماني حبيت نحترم سليمة ما خلانيش ناخذ راحتي وذاكر الواتي حس في نفسه انكم 10 دقائق وباقي في نفسه قال لك اسكت لنجي نقص لك الميكرو اغزر لي تهرب ربي موضوع مستقبل سليمان نقص لك انت الميكرو والله صح علي والله معنا يخرج النادي الافريقي تربحوا في رادس ها صح عليه ويخرج هذا يا مدرب سليمان ولا ولا كي يخسر مع النادي الافريقي في رادس يخرج يعمل تصاريح كما تقولوا تصريح تصريح عادي انا تعرف المثال في تونس انا نقول له حاجه بركه ان شاء الله ديما الكلوب تاعك اربعه واخرج صالح بتوني بعد ما يحكي على الامور الفنيه توسكي خارج اربيتراج غازون اللي تصور في مخك ما يحكيش عليه قول له السيد سهيب كيما وانا مع مروان نورمالمون يا عامر انا مع مروان هذا اكيد هو علاش خرج ديما حاجه بركه باش سكروا الدوسي كيما قال له واحد من الهيئه المديره للنادي الافريقي انا سالته قلت له ما تجاوبوش قال لك ان شاء الله ديما نربحوه اربعه وخلي يصرح قد ما يحب ربي لازم نبداو دارجين تو فما حاجه بركه ان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل خويا احمد الصالحي وان شاء الله يكون مش معدي على لا انا عامل فيلر هو عامل كرياتين انا عامل فيلر لا سلام بالله خلينا ندافع زاد على المدرب مش موجود معانا خاطر جوج محامين شو ما دافعش تسريحه مش دافع لا لا كل واحد مش دافع لا مش دافع خلي يتكلم شو ريتي احمد وين يحبوا يوصلوا لا لا وجهه نظر خليني نعطي وجهه نظر هو التصريح معناتها تم اخراجه من السياق وهو ما كانش انه القصد نتاعو انا بدي احكي من قيمه انتصار النادي الافريقي نفس الكلام قاله لي قال لي قال لي القصد اللي كورة شاد الدوفيه صحيح تاري وسيت ما قصدوش لك لعب الحد بالزهر هو يقصد الريوسيت والتوفيق كورة التراجي ما يجد فيه التصريح لم يقع اخراجه من سياق السيد هذا تعمد انه يقزم انتصار نادي الافريقي الكوره من اللي تخلقت لليوم هي اخطاء صحيح البونتوات الكل نتيجة اخطاء كان ما يخطئوش المدافعين الفريق المنافس ما يدونك لغه هذيا بالزهر وكذا هو يقزم في انتصار نادي الافريقي نادي الافريقي باش تقعد تنتصر عليك ومازال باش تنتصر عليك ونتعداو وراه في الاوف كي يبدا يحكي معاك في الاوف نورمالمون الكلام اللي باش يقولوا لك في الاوف يعاود يقولوا في الاوف ماني عارف في الاوف يقول لك يعاود قال لا يعاود قال وتدخل معنا ووضح التصريح نتاعو واحكي معاه حتى صديق هذاك الواتي خذي اكبر من الحجم تو انت جبت الموضوع قلت لك معاش نخليه يلعب حتى ذاكر الواتي كلمه في التليفون وحكي معاه وكان متغش شويه حتى ذاكر الواتي حكي معاه وتفضلت الامور وصافي الشيء تو ماكل اربعه ويقزم النادي الافريقي انتصار النادي الافريقي ويتغش ماكل اربعه تحسب تسحبها كلمه ماكل خسر اربعه نوع صحيح باين سكر الموضوع هذا ما فيش اللي هو مدرب بارع
ومدرب ممتاز على المستوى التكتيكي وعنده مستقبل كبير. ربي يوفقه الاولاد هاي نبدا باش يمكن نهار يرينا نادي الفريق على سنين. ربي يوفقه. لا ليكيب هذيا ما عادش خويا ما عادش تحت السيطره ولات. احمد البارح كان اجتماع في جامرت بين الجامعه وكذلك النوادي، نجم نقولوا خذات بخاطر النوادي الكل الجامعه ومشات اللي حاجته بحاجه عطتها له. في تقديري معناتها هي الدعوة إلى عقد اجتماع مع الأندية بعد كل معناتها البوليميك اللي صار هي يعني خطوة جريئة وخطوة يعني ممتازة. المخرجات متاع الاجتماع يعني تقريبا كانت ممتازة، الناس كلها خرجت راضية وخاصة الترجي الرياضي التونسي يعني تقريبا اللي كان طالب به خذاه يعني مباريات السوبر كوب معناتها عاودوا تمت برمجتهم. الدربي ولا في الويكاند. في الويكاند تبقت مسألة المشاركة في الشان من عدمها. أنا في تقديري راه مش معقول الأندية تاخو مكان الفيدراسيون في تقرير مصير المنتخبات الوطنية والمصلحة العليا. علاش أحمد؟ لا خط الأندية تغزل من منظورها هي ومصلحتها هي، لكن هذه مصلحة وطنية. يا إسلام راهي الأندية تعاملت الجمعيات باش تخرج لنا ملاعبيه ذوك يمثلوا المنتخبات الوطنيه في التظاهرات القاريه والاقليميه والعالميه ويشرفوا كره القدم التونسيه. وقت اللي معناتها الادوار تتبدل تولي الانديه هي اللي تقرر في مسار المنتخبات الوطنيه، لهنا تولي راهو مشكله. ونعلمك حاجه، اللي راهو الانسحاب من الشان باش تكون له تداعيات خطيره لو تراسل الجامعه التونسيه لكره القدم الاتحاد الافريقي وتقول له راهي الانديه طالبت بالانسحاب من المشاركه في الشان، حتى الانديه تتعرض لعقوبه بعامين ما تشاركش. ايه منين هذه؟ قانونيه هذه؟ هذا قانون. امشي للارتيكل 6، امشي كان الفيدراسيون تراسل. راه بحذنا تحكي تحت رقابه زوز محامين. اسمع خاكملك خاكملك. انا ما نسمع بها حاجه هذه. نعرف المنتخب بيتعاقب ما يشاركش في التظاهر هذيك. المنتخبات التي اعلنت عدم مشاركتها في الشان راهي راسلت الاتحاد الافريقي منذ شهر سبتمبر. انت هكا جيتو قبل شهرين وتحب تنسحب؟ راه مش معقول. اولا انت حطيت الكاف على ظهرك وهذا مش معقول. تو الخبراء القانونيين اللي كانوا حاضرين البارح في الاجتماع نتاع النوادي الكل ومتاع الجامعه ما يعرفوش الحاجه هذه. خلي من الخبراء انا نعطيك في معطيات وادخل اقرا القانون نتاع الكاف. لو السيد كمال يدير ولا هيئه التسويه تراسل الاتحاد الافريقي لكره القدم وتقول له راهو القرار تم اتخاذه سويت للاجتماع مع الانديه اللي رفضوا المشاركه في الشان، حتى الأندية تتعاقب عامين ما تشاركش. هذه معلومه مؤكده، معلومه اكثر على من مؤكده. انت انا اخويا معلومه اكثر. واحنا ما عادش عندكم فكره على الموضوع كمان بن خليل. شنو يمنع اعملوا فيها الفيريفيكاسيون؟ هم محامين بحذاه. احنا شنو يمنع ناخذ الحصه باش تعملوا لنا فيريفيكاسيون؟ ثواني نسال سؤال. خلي كمل احنا ما ضرنا وشنو يمنع باش نشاركوا في الشان بالمنتخب نتاع الاندر 20 اللي كان في مصر وشارك في اليوناف واللي عنده تصفيات اولمبياد ودعموه بخمسه سته ملاعبيه ويمشي يشارك في الشان؟ اولا يمكننا من انه على الاقل نكتشف ملاعبيه. انا قلت حتى من ليك دو نهز منهم، علاش نهز من ليك دو نهز خمسه سته ملاعبيه اخرين؟ علاش ننسحب؟ علاش ننسحب معاك؟ علاش نعمل في الدوينه مع الكاف؟ انا مش حتى دوينه، حتى ليك انت مصلحتك انت، نشوفوا ملاعبيه جدد، نكتشفوا ملاعبيه، نشوفوا ملاعبيه في النيفو هذاك اش ينجموا يعطيوني، بلاكش نعمل خزان للمنتخب. هي احنا راهو مع ارضاء الانديه صحيح. ومع المحافظه على نوع من الاستقرار والسلم الاهليه كما يقولوا صحيح. باش ما نهيجوش الجماهير، وك تعرف احنا ديما مصلحه النوادي والانديه قبل المنتخبات الوطنيه. باهي سيدي انا ما نمسش ملاعبيه كبار من الترجي ولا من الفرق الكبار اللي قاعده تحتاج وما تحبناش نشاركوا في الشان، اما نمشي نشارك بالمنتخب هذا نحضروا للالعاب الاولمبيه ما هو لوس انجلوس 2026 ولا هالمنتخب نتاع اندر 20 اللي شارك في مصر ندعم بمجموعه من الملاعبيه سواء في الليغ 2 والا في الليغ 1 معناتها اللي يلعبوا اللي ظاهرين وبارزين يمشيوا يشاركوا. صحيح علاش احنا وين المشكله؟ حبيت تقول مختار؟ ولا هو حبيت نقول توا ماناش يذولي حتى الاستاذ كمال معايا في نفس الواحد لا علاقه بالانديه بالشان. اولا هذه حاجه الاولى. اش معناتها العلاقه؟ ما عندهمش حتى علاقه، ما فماش. هما رفضوا، هما رفضوا. ما فماش، رفضوا يا اخي توانا كمكتب جابعي كمال يدير باش نبعث الكاف، باش نبعث مراسل انا نعتذروا على المشاركه في الشان ومش بالضروره باش. يا اخي سهله هي. ما نبرر. تجي قبل شهرين وتتسحب. انا هاكا. ماكش حر. الفصل شو يقول لك؟ انت عملت انجاجمون عادي يا ماتر، عملت انجاجمون انت. خليني نكمل لك، انا عملت انجاجمون. شنو هو؟ فصل قانوني يقول لك اللي ما يتشاركش يتعرض لعقوبات. أنت كيب ناسيونال ما احكيش على الكيب،
هذا راهو قانون هاو تو الاستاذ يكمل لك شنو في سبتمبر انت عملت لونجاجمون راك يا دي لونجاجمون انت عملت لونجاجمون يا سيدي خويا انا باش نعرس غدوه وبطلت شنو باش تعرس مش على كيفك خلينا نحكي قانون انا على كيفي فما فما فلوس تدفعها 50,000 دولار وتعاقب زوز زوز انا نزيد نقول لك عاقبني اربع مرات ما عندها حتى قيمه بالنسبه لي انا الشان ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى قيمة أنا بالنسبة لي أنا ما عندها حتى قيمة شاركنا 2011 وزيناه وما فما حد شيء ولا جبنا جوارات جدد خلينا نسمع رياضية زوير الزواد هو بيدو فوديت في جمعيته الأولاد الكل اللي كوروا معروفين طلعنا جوار جديد لا حد شيء أنا بالنسبة لي أنا الشان في ظل وقلتها امبارح في ظل أزمة الكرة التونسية الأولوية توا المكتب الجامعي لازم مكتب جامعي جديد يجي يسير الكرة التونسية كمال يدير ما يعمل حد شيء ما يسير حد شيء كان يوصلنا لنهارة لماذا شي علاقة بالمكتب الجامعي بعلاقة منتخب وطني ما يمشيش يشارك في الشان إرضاء للأندية احنا نحكيو على المبدأ راهو عندما تقتضي المصلحة الوطنية راهو منتخب وقت تحكيل على منتخب وطني اش معناتها الأندية تقرر مصير منتخب وطني خي احنا نسبقوا مصلحة الأندية أحمد. مع كامل احتراماتي لكل الأندية أحمد. على حساب المصلحة الوطنية المنتخب ربي خلينا نسألك سؤال ماتشوات الكوب دافريك انت معناها تصعب باش تفرج في ماتشوات الشان ليكيب ناسيونال كيما كوب دافريك واش طرت الشعب التونسي ما يتفرجش لا يتفرج والله فرصه القاوي معبي الناس كل تفرج وعندك فرصه باش تدخل عندك فرصه باش تفوز فيها انا معاك يا مصر موجوده لا الجزائر موجوده عندك كان المغرب علاش ما نشاركوش شنو يمنع كامل بن خليل انا في الميكرو عاد انا توتال مو مع احمد الصالحي في انه مش معقول انه الانديه تولي هي تفرض رايها صحيح توتال مو المفروض انه المكتب الجامعي يكون صاحب السلطه صح لكن بما انه المكتب الجامعي قبل انه الانديه تتدخله في الرزنامه وتتدخله في نهار السبت ونهار الاربعاء واحد باش يقبل من كي بولو بلوس بولو موا والعكس صحيح اذا كان قبلت انهم يدخلوا لك في قرار فباش يدخلوا كمان بن خليل الرزنامه نجموا نحكيوا فيها نتناقشوا فيها اما هذه مصلحه منتخب معناها خلينا نكمل لك انا نحكي لك على المكتب الجامعي وقوته قدام في مواجهه الانديه ثم اطار زماني واستثنائي هذه لجنه التسويه تقول لك انا ماشي على روحي مالي ومالهم انا داخله معاهم في عركه وكلات بعضها اعلاميا وبلاتوات تجندت والترجي ومظلوميه ومنقردين والدنيا كلات بعضها وقد الدنيا قامت وما قعدتش والحال انه المكتب الجامعي طبق القانون لم يخطئ في حكايه بنقردين والترجي لم يخطئ بنقردين رفضت دونك ما ينجمش يبدل ومع ذلك الدنيا قامت وما قعدتش يقول لك انا سايب علي جاوا في الشان بما جميع الانديه كانت رافضه راهو 100% من الانديه رافضه المشاركه يا خويا فك علي يقول لك بالرغم اللي هو تصحيح كلامك صحيح كلامك انه هذه مصلحه وطنيه لهنا هما حتى خبراء الكوره ولا يقول لك شنو هي الفائده من الشان هذا ما في حتى فائده يقول لك ما عندي منه حتى فايدة أعطاك ما تحكيش باسم خبراء الكورة خاطرك ما سألتهم مش أنت هذه الناس اللي فيهم الكلام نحكي لك اللي تحكي معاه أنا اللي نسمعهم كورجية مختلفة الآراء لا ترى احنا ما نجمش نحفظ المصلحة العامة ونحفظوا مصلحة الأندية أنا متفق معاك في اللي قلته لكن هذا مكتب جامعي لجنة التسوية ما هيش مكتب جامعي القى روحه في مواجهة طوفان متاع أندية رافضة يا اخويا ما تحبوش مش لازم هذا هو المنطق هذا رجل الدوله بس مش تتصرف لا لا لجنه التسويه رجل تسويه مش رجل انا دولة. في تقديري سيد كمال يدير رجل دوله خلينا نرجع لك القوانين خويا القوانين راهو الانديه ما عندها حتى علاقه ما تعاقبش ها ونعطيك القوانين اش تقول تقول انه اذا كان انت من الاول تي انونسي الانسحاب نتاعك كيما مصر كيما من الاول من قبل قبل القرعه وقبل كل شيء فلا عقوبه إذا كان أنت انسحبت خلال توا معناتها كيف توا هكايا معناتها من الأول تو أنونسي ومن بعد انسحبت 50,000 دولار وزوز ماتشو زوز 50,000 دولار وما تشاركش في نسخة واحدة برك إذا كان أنت انسحبت بعد إجراء القرعة صارت القرعة نتاع ليبول صارت القرعة نتاع ليبول لكنك معناتها وأنت انسحبت فالعقوبة تولي 100,000 دولار وزوز نسخ ما تشاركش فيهم واضح في حالة الانسحاب بعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالنهائيات فالعقوبة هي غرامة وما فماش حد شيء يتعلق بالنوادي كما قال أحمد الصالح العقوبة الثالثة أقصى عقوبة كي تجي أنت 20 جور قبل الانطلاق للشان 19 يوم 18 يوم العقوبة تولي 120,000 دولار وثلاثة نسخ دونك الأندية مش يغالب أنا لا مش قارن نقول فسر لك عادينا أنا قلت لك أنت مو باش تبعث للكاف ولا
أو كمال يدير باش يقول لهم اسمعوا راهو الانديه نزلوا عليا وراني بطلت. هذاك ايش قلت هو لا لا لحظه هو البارح في تصريحه قال باش نبعث الكاف نفسر لهم الوضعيه. فلا انت باش تفسر لهم الوضعيه تقول لهم راهم الانديه طالبوا بعد المشاكل. ما يتعاقبوش ما يتعاقبوش. متر ما يتعاقبوش. شنو وري هانك الحاج مش لاغبنا اخر لا رياضيا الحاج مش لاغبنا وين لا لا اذا كان كمال يدير يبعث يقول راهو سبب انسحابنا من المشاركه في الشان هو اجتماع الانديه اللي قرروا معناتها انا ما شاركوش وقت تعاقب الانديه سي احمد كلمه بركه يا اخي شيش تخسير راهو باش يبعث تقرير كامل باش يصبرها باش يكتب ورقه باش يكتب نعلن انسحابنا من الشان لا قال باش نفسر لهم شنو هي الظروف هو قال هكا ما ساعدتناش هو قال هكا مروان رياضيا هي رياضيا اسلام اي انا هاني كنت ملاعب اي ما فماش تو في ملاعب في الشامبيونات هذايا ما يحبش يمشي يلعب بالشان سيرتو فما ملاعبيه فما ملاعبيه ما تتحاومش الفرصه باش يمثلوا المنتخب فرصه نسوا ما باش ينافسوا على الاقل انا باش نحكي كوتي سبورتيف كملاعبي اليوم فما ملاعبيه ما مشيتش ما شافتش الاجواء نتاع المنتخب واي ملاعبي في تونس وراو اي ملاعبي في تونس يتمنى يصير الشان خاطر عنده الفرصه باش يكون موجود في ليكيب ناسيونال خاطر تجي تشوف احمد اليوم شكون المستفيد اليوم كي ما نمشيوش للشان مثلا بار اكزومبل نعطيك اكزومبل جرجيس مثلا تتمنى جواريتها تمشي تلعب في ليكيب ناسيونال مورالمون تستفيد منهم اي باشا مروان مستير مروان نتفاعل معك مثلا مستير جرجيس انت في مقابله هامه نحيت لها مثلا انت اشرف الجبري ولا سنانه ولا ملاعبين المهمين نتاع الفريق باش يتمس زاد من ناحيه اخرى زاد ومن ناحيه اخرى مثلا مدين اليوم الجبري برشا خذيت فرصتهم واحنا شفنا في الشان في بالك الشان اكثر عباد ربي ديزاجون تجي تتفرج في الملاعبيه هذوما هو مثلا الجبري باش يعمل ست شهور ويرجع لجمعيته انت تحكي لمصلحه الجمعيه واليوم كل ملاعب كتستفاد منه مادين اليوم تنجم انت فرصه للملاعبيه اليوم ما تستفادش الجابري في ما تراجش باهي الحين من جابري مثلا بار اكزومبل في مستير تو مش فرصه مثلا في فرات السلطاني لاريير غوش اليوم زاد احمد الشافيلي كمهاجم فهمت الحين تو باجا مثلا بار اكزومبل الفريق اللي يتفرجوا فيه في البطوله سكاي ليه مثلا مش كيما شان نيفو اكثر في ناسيونال باش تجي حتى سوم ويغلى اليوم انت تستفاد منه كجمعيه مادين ينجم حتى ينجح لك اليوم شفنا احنا عكيش يرجع الفورم نتاعو وقتها في الشان في رواندا رجعوا مركه اربع اهداف فما برشا عينين راهو ديزاجون في الشان الفريق يستفاد منه ماديا المنتخب يستفاد منه يولي يعرف الاجواء هذايا نحكي كوتي رياضيا ما نعرفش حاجات اخرى هذيك ما نعرفش عليها اما الملاعب كتونسي اليوم وانا نتمنى وتخرج تعمل حتى تكلم الملاعبيه يقول لك ماذا بين يصير الشان خلينا نشوف كيما سكنات في تدخلي نقطه اخيره انا قبيلك في تدخلي قلت لك موافقك في حكاية المصلحة الوطنية واحد مانيش موافقك في حكاية انه قلت الترجي خذت لي حبت عليه لا الترجي كان تتريبيوتير بالشان راه كي تنحات الشان الكالندرية تفرهدت دونك هذاك علاش صار ديكالاج راه قلقتك الترجي خذت لي حبت عليه لا مش قلقتني ما هو خطرة ايجا نقول لك ما هو باش نوضحه ما تقلقنيش انا ما عندي ما يقلقني اما ما يلزمش معناتها الكلام يتفهم على اساس انه ثم فريق الى امبوزي سالوا على الطاوله هما الكل هما الكلهم امبوزيو الارادات نتاعهم معناها لا تفرهيد الشان الغاء الشان خلى انه شنو هي علاقتها؟ الشان كان الشان كان باش تلعب ببطوله باش تقعد لا لا باش نقول لك علاش عاد لا باش تقعد ثمك الجمعتين هذوك نتاع ديسمبر اللي كانوا لصالح هذوك ما عندهمش علاقه بالشان هذوك مش نعطيك مثال هذوكم تنحاو تنحاو هاو ضد إرادة السي اس اس والترجي هذوك كانوا مصلحة السي اس اس تنحاو دونك لهنا من معناتها أنا ضد فكرة أنه لجنة التسوية بلغتنا كيفاش نقولوا انحنات ظهرها للأندية لا سي لي سيركونستونس كبير نتاع الوضعية الكل حطوا كل شيء على الطاولة تنحى هذا وهذا لقاو رواحهم عندهم حيز زمني أطول بجمعتين هذوكم مع تغيير نتاع كالندري في جمعه معناتها الاربعه تمشي للسبت بجمعتين هذوكم تي بو لو فير فاسيلمون هي مش حنات بركه هي حنات مش ظاهره بركه لا هي اللي حاسكم بياخذوا رضخه المطالب قيلوني خذوا لي لا لا هو تو نشوفوا الاجتماع راهو كانت مسبق عارفين ايش باش يصير فيه صحيح باش تنحى معناها مش حنات هو من نهار لحد لكن خذوا تو انت تو انت تقول تقول الترازي فرضت حتى نحن فرضنا رواحنا شكونكم انتوما؟ نادي الفرنتي قتلوا الكل علي علولو معنا والله ما فهمت حتى نحن لا تبالي السيد علي علولو معنا بصراحه بصراحه حتى نحن عملنا فرضنا اللي كونا سخيبك تحكي على الحكام اخر الجمعه
كيفاه؟ نفس البوا عندنا ولاخي نحن ما كانش دربي نهار أربعة وفرضنا على الـ على الـ على الرابطه والجامعه باش يوخروا لاخر الجمعه. الكلوب فاش رابحه لهنا باش نقول لك الربح نتاع الكلوب من اجتماع البارح ان هي كانت مستعده تتحمل وحدها الخطيئة خاطر اقترحت على المكتب الجامعي انها تخلص هي الخطيه. هذه معلومه مشكوك فيها راهو معلومه تسال عليها علي علولو جاوب لنا فيها راهو علي علولو علي علولو حر انا من هذه الفريق يمثل الفريق علي علولو شكون يمثل الاعلام الاعلام الرسمي حر انا من النادي الافريقي ومن الجامعه الزوز اكدوا لي المعلومه يا استاذ مش اسال سؤال بركه وهذا دليل دليل على انه كمال يدير لم يكن يخدم مصالح النادي الافريقي. كلمه مختار واحمد كلمه وبعد نسكر الموضوع. تاخير الدربي رينا ماتش بن قردان والترجي ما وافقتش بن قردان يا اخي النادي الافريقي وافق على التاخير ولا المكتب الجامعي فرض على دخل النادي الافريقي مو نحن تعرف زاد ماكش تعرف اش دخلك معناه انا كنت توخل لي الدربي من الاربعاء للاحد ما عنديش ما عنديش موقف لا تحكي على بن قردان انت لا لا, لا لا نحكي على الدربي انا تو نحكي قلت لي ماتش بن قردان بن قردان قلت انت قلتها قلت بن قردان ما وافقتش لا لا عاد مش كيف كيف هذا تغيير رزنامه مش كيف انت ماتش الجمعه الجايه ماتش معايا نجي تقول ما كانش النادي الفريق ما توافقش على تغيير الرزنامه لا لا تغيير لا سنغيان افواخ ما عنده حتى الرزنامه تحبتها الجامعه ما عندهاش علاقه بالنادي الجامعه حره خاطر باش تبدل الكالندري كامله نكمل معك حبيت نقول انا اللي حبيت نقوله الانديه اللي طالبت معناتها بالغاء المشاركه في الشان شنو هي المصلحه نتاع الانديه خلينا نعاقبها لا لا خلينا لا يا ماتر نحب نعرف انا شنو هي المصلحه العليا نتاع الانديه نقول لك انا شنو هي باش الانديه تتنافس على البطوله الوطنيه يعني المنافسه انك تنافس على البطوله الوطنيه نتاعي ونقعد نلعب اي انك تنافس على البطوله الوطنيه اهم من مصلحه منتخب يشارك في تظاهره الفريقيه البطوله الوطنيه هي مصلحه وطنيه هيئة معناتها تحط الكاف على ظهرك وجايينك معناتها لي كومبيتيسيون لا لا الكاف ما على ظهرنا لا ماشي نورمال انت تجي جاك باش هاني تنسحب خاطر عندها مصر انسحبت وعندها المغرب انسحبت وعندها الجزائر انسحبت بعد هذوك من سبتمبر وعندها نيكاراغوا انسحبت وما تنجمش ما تنجمش تعمل حاجه مش انت جاي قبل بشهرين احمد ما كانش يكون حل ما كانش في نفس الحيز الزمني ما كانش يكون حل انك كما جلست البارح تجلس مع النوادي والمدرب الوطني والا مع المدربين ويلقاو حل مثلا يعطيه خمسه نتاع ملاعبين يعطيني منهم زوج يلقاو حل يتفاهموا في اسامي الملاعبين باش يهزوهم الانديه اسلام الانديه رافضه رفض قطعي قالت لك تحب تلعب في الشارع مصالحها الضيقه اي يا اخي شيء خطير سامحني سامحني لا لا مش شيء خطير لا خطير خطير جدا النوادي يتخمن في مصلحتها مش لمصلحة الكرة التونسية مفروض مصلحة الكرة التونسية يا سيدي شبيها مدريد ريال مدريد وبرشلونة وقت اللي عملوا العركة على ولا على عدد المشاركات خموا في مصلحة المنتخبات خموا في رواح اي ما كان ملاعبين نتاعي حب نرتاح انت كجامعه تخمن في مصلحه المنتخب مش مصلحه النوادي ما عندناش جامعه احنا عندنا لجنه تسويق ايه الدوله هذا الشيء انت تتحمل مسؤوليه لازمك تحملها على قاعده هاني قلت لك ما تنجمش الانديه تلاقت بلغتنا تكتلوا عليها حضروا 40 قد ايه حضروا البارح فريق واحد 15 نادي 15 نادي 15 نادي ال 15 تكتلوا عليها ال 15 الكل الكل ال 15 كانوا ضد الشعب اي نمشيو فاصل قصير وبعد نحلوا ملف البطوله